عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. بسم الله الرحمن الرحيم. ينطلق شوطنا التاسع لفئة الأبكار المشتركات والمسافة التاسع. ينطلق شوطنا العاشر لفئة القعادين المشتركات والمسافة المقررة 1500 متر. نروح مع اللي غير الصدارة هو المركز الأول هملول سالم بن محمد بن سالم بن العفاري على الصدارة وعلى المركز الأول. أما ثاني المراكز شوف اللي قادم على ثاني المراكز، قادم أيضا هملول سالم بن العلي بن العلي بن محمد سالم بن محمد بن سالم العفاري على ثاني المراكز. أما ثالث المراكز شوف اللي قادم على ثالث المراكز، يبار علي بن محمد بن حمود اليحافي على ثالث المراكز. أما رابع المراكز شاهين سعيد بن سهيل بن خير العفاري على رابع المراكز. أما خامس المراكز أيضا شاهين لسعيد بن سهيل بن خير العفاري. ولكن نعود مع هملول، هملول على الصدارة وعلى المركز الأول، سالم بن محمد بن سالم العفاري على الصدارة على المركز الاول. اما ثاني المراكز ايضا هملول سالم بن محمد بن سالم بن محمد بن سالم العفاري على ثاني المراكز. اما ثالث المراكز شاهين سعيد بن سهيل بن خير العفاري. لكن نعود مع الثنائي الخطير مع شعار سالم بن محمد بن سالم العفاري على الصدار وعلى المركز الاول. اما ثاني المراكز ايضا هملول سالم بن محمد بن سالم العفاري على ثاني المراكز. ولكن شوف اللي قادم على ثالث المراكز، غادم شاهين لسعيد بن سهيل بن خير العفاري. ولكن نعود مع هملول، هملول على الصدار وعلى المركز الاول. الله الله الله. والمساندة ايضا من هملول سالم بن محمد بن سالم العفاري على المركز الاول والمركز الثاني. اما ثالث المراكز شاهين لسعيد بن سهيل بن خير العفاري. لكن نعود مع الصدار والمركز الاول، نعود مع هملول. وهملول تهانينا والناموس لسالم بن محمد بن سالم العفاري بمناسبة فوز هملول حصوله على المركز الأول. أما ثاني المراكز أيضا هملول سالم بن محمد بن سالم العفاري. أما ثالث المراكز شاهين لسعيد بن سهيل بن خير العفاري. تهانينا والناموس لسالم بن محمد بن سالم العفاري بمناسبة فوز هملول وحصوله على المركز الأول. دقيقتين وعشرين ثانية. تهانينا والناموس.